لو الحكاية فيها إن فيتو ساسة ما بين الساسة سواء كان معارضة أو كانت أغلبية حكومة، لأنه ما بين أنت بتوعده بإيه وهو مستني منك إيه وأنت تقدر تعمل إيه، فلسه إحنا الفجوة دي كبيرة جدا، ده اللي بنشتغل عليه. إذا كانت الأحزاب النهاردة مطلوب منها أن تمارس السياسة، ففي الحقيقة إحنا النهاردة في طلب ملح آخر، إن إحنا نخلق المناخ السياسي بإيدينا قبل أن نمارس السياسة. فده الفجوة اللي إحنا بنشتغل عليه، ويمكن موقف صعب جدا في الظرف الحالي، من أصعب الظروف اللي ممكن تمر بيها الأحزاب أو القوى السياسية حاليا. بس أنا عايز أرجع بقى للمليونير حضرتك بتقول عليه، وهعيد يعني هؤكد على كلام الزملاء، إحنا هناخد مواقف تصاعدية تبعا لما يحدث، وكل موقف هندرسه في حل. إحنا متمسكين بخارطة الطريق إذا كان هيبقى في طريق نصل إليه، لكن إذا ما كانش خارطة الطريق دي هتودينا للي إحنا مستهدف اللي إحنا متفقين عليه، فإحنا نعدل نقدر ناخد مواقف مختلفة. بس عايز أؤكد على حاجة مهمة جدا، إحنا النهاردة مش موجودين بس عشان حكم البراءة اللي أخذ مبارك. وأوعوا تفتكروا الناس واقفة في الشارع وغضبانة عشان مبارك أخذ براءة، لا ده من السطحية إن إحنا نختزل هذا الموضوع. لا، الناس غضبانة وجواها غضب كبير جدا، يمكن دي كانت اللحظة اللي تقدر تعبر فيها. وأنا بشكر القاضي اللي حكم بحكم استفز الجميع وحس إن كل الناس ما عملتش حاجة، عشان نقدر نستثمر طاقة الغضب اللي جواكم. واحنا جايين في الشارع وبص في وجوه البعض في غضب، يا ريت تستثمروه، ويا ريت ما يبقاش احباط يهدر هذه الطاقه. الغضب طاقه من الممكن استثمارها، وده اللي احنا عايزين نشتغل عليه الفتره الجايه، وهنقدر نوصل لهدفنا ايا كان وايا كانت الوسائل. هل سأشارك تعرف ندرسه في ساعتها سياده الوزير عمرو